لا شك أن طوفان الأقصى وما تلاه أصبح يمثل لحظة تاريخية باعتباره عاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث حتى باتت مطروحة بقوة على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الأكاديمي. فهنا في رحاب المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس يلتقي أكاديميون ودبلوماسيون وطلبة في ندوة حوارية للبحث في دور الجامعة التي باتت معنية بالإجابة عن كثير من الأسئلة ومنها أفق العلاقات دول جنوب جنوب وأوجه المساندة للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية حصلت على نوع من الإجماع العالمي الذي لم تحصل عليه سابقا، وهنا مهمة الجامعة وأنها تخدم هالمنطلق هذا في إطار علمي. احنا حبينا نوجه الانظار على خلاف ما هو سائد، نوجه الانظار للعلاقات جنوب جنوب. تابعا عن كثب جرائم الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل أصوات دول أمريكا الجنوبية المساندة للقضية الفلسطينية ترتفع تنديدا بهذه الجرائم. ثمة مواقف بدأت تتخذ من دول بوليفيا وتشيلي باتجاه قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. قدرنا أن نساند الشعب الفلسطيني ونندد بجرائم الكيان المحتل بحق الفلسطينيين. وأيضا يناقش المشاركون مفاهيم القانون الدولي والعدالة الإنسانية وقدرة المؤسسات الدولية والأممية على تطبيق القانون الدولي على الأرض والتركيز على الزوايا التي تتقاطع فيها القضية الفلسطينية مع قضايا القارة الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية. نتناول في هذه الندوة معنى الأيديولوجيا الصهيونية التي وفرت الأرضية الكاملة لعملية الإبادة والقتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الآن، وبالتالي أيضا سيتم تناول ما معنى القانون الدولي الإنساني المطروح ما بين صفحات الكتب ومدى تطبيقه على أرض الواقع. الندوة الحوارية حول المقاومة الفلسطينية من منظور تضامني جنوب جنوب ستجيز بحسب منظميها إلى دفع النسق الأكاديمي والبحثي، وستعيد القضية الفلسطينية إلى زخمها الإنساني التي ستغذي الشعور المقاوم باتجاه استئصال الاستعمار من النفوس والنصوص والجغرافيا.